على سبيل المثال لعيب مميز جدا جدا انتقل طبعا من بروسيا دورتموند لريال مدريد، لعيب صغير في السن لكن عدد مبارياته بدأ يبقى كبير جدا جدا. والصوره اللي قدامنا ديت يعني بتبقى فوق مكتوب ريسك تو كارير، يعني هو عنده ريسك ان كاريره يمتد لعمر اطول طبعا. وعملوا مقارنه ما بينه وما بين ديفيد بيكام وستيفن جيرارد وفرانك لامبرد، لقوا ان عدد الدقائق وعدد المباريات اللي لعبها في السن دوت في السن ده مقارنه بالنجوم الكبار اللي كملوا مسيرتهم، لا هتلاقي عدد كبير جدا، هو متفوق في السن دوت بعدد كبير جدا من الدقائق والمباريات. ده هينعكس سلبيا على كاريره على مشواره. يعني كمان زي ما بقول لك، كمان في مقارنه ما بين طبعا امبابي وطبعا تيري هنري، وعندك كمان بتتكلم على بيدري، وبتتكلم مقارنه بينه وبين تشافي، وعندك فينيسيوس مقارنه ما بينه وما بين رونالدينيو. كل العدادات المنظر العدادات ده، لا ده اللعيبه ديت في السن دوت لعبوا اكتر كتير جدا جدا من الاساطير اللي موجوده جنبهم يعني. وبالتالي ده شيء بيأكد ان ده في خطر على اللاعبين، خطر على امتداد الكارير بتاعهم بشكل كويس يعني. طبعا جود بلينجهام من ساعه هو صغير طلع راح المانيا عشان فرصه اكتر انه يلعب من البريمير ليج. لو نقارنه مثلا بستيفن جيرارد كان بيلعب في ليفربول كان فرص مشاركته اصعب. جود بلينجهام راح الدوري الالماني، في ناس كتير عندها فكر ان هي تروح، زي جيدن سانشو برضه نفس الكلام راح الدوري الالماني. صحيح ده بيديهم خبرات كبيره طبعا، بس بيزود الدقائق بشكل كبير جدا، بيزود ريسك الاصابات. بس الفرق كبير قوي يعني جداً. يعني لو شفنا الفرق مثلا ستيفن جيرارد لعب حوالي 2000 دقيقه وهو في نفس عمر بلينجهام، بلينجهام لاعب 14000 دقيقه. يعني الفرق كبير جدا جدا كبير. والحقيقه مجهود كبير بيتبذل من اللعيبه وهو صغير ممكن فعلا ياثر على مستواه كمان لما يكون عنده 27 28 سنه او على مستوى الاصابات يعني. واللي نقدر نتكلم عنه بشكل مختص يعني هو مايكل اون. مايكل اون ناس كتير جدا بتتكلم ان هو لعب كتير وهو صغير وده اسرع الكارير بتاعه قدام. صحيح. ده بص على مايكل اون بقى مقارنه بجود بلينجهام عامل ازاي. يعني ناس كتير بتقول لك مايكل اون اللي دمره في الكارير بتاعه انه هو صغير لعب فتره طويله جدا ولعب كتير جدا وده بوظه. يعتبر اكتر واحد من الاساطير الموجوده لعب 10000 دقيقه، لكن مقارنه بلينجهام طبعا 4000 دقيقه. 4000 دقيقه عدد كبير جدا 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 يعني. طيب اخد كمان على مستوى كمان المنتخبات، ده بيأثر لان في كمان عناصر مهمه جدا بتلعب مش مع الانديه بس، بتلعب كمان مع منتخباتها. وبالتالي كمان وجود بطولات كتيره للمنتخبات على مستوى خاصه على مستوى اوروبا، ده كمان وفي افريقيا بيفكروا يعملوا حاجه زي كده، اكيد ده كمان ليه تاثير سلبي على اللعيبه يعني. طبعا دلوقتي بقى في غير اليورو تصفيات يورو وكاس العالم وتصفيات كاس العالم، بقى في كمان النيشنز ليج، لعيبه كتير جدا احتاجت على النيشنز ليج وايه سبب النيشنز ليج واهميتها. نقدر نرجع برضو لكاس العالم اتلعب في قطر، ده اتلعب في شهر 12. بص عدد اللعيبه اللي اتصابوا بعد كاس العالم. صحيح. تعال ناخد كده امبابي كمثل، وصل للنهائي اتصاب في فبراير ما عرفش يلعب تشامبيونز ليج، فدي لعيبه خسرناها بسبب الموضوع ده. ودي زي ما قلنا الاحصائيه اللي قلنا عليها من شويه، دي الماتشات الزياده اللي بيلعبوها اللعيبه مع القانون الجديد بتاع الدقائق الاكسترا تايم. طيب اشرحها برضو كده يا منير للناس عشان تبدا. دي المباريات الزياده على الطبيعي على اللاعبين يعني. يعني ده لو يعني دلوقتي مثلا محمد صلاح هيلعب حوالي 3 ماتشات زياده او 2.7 ماتشات زياده عن اللي كان هيلعبه في الطبيعي بسبب القانون الجديد. ده بسبب القانون الجديد بتاع الوقت البدل الضائع. هنلاقي ان محمد صلاح كمان من ضمن الناس على مستوى الدوريات الخمس الكبرى من اكتر الناس اللي ممكن الناس تلعب او يزيد عدد دقائق اللعب بتاعته بالزبط. بنسبه كبيره يعني، فده بيزود فرصه الاصابه بتاعته، فرصه الاصابه طبعا عضليه وكان ككونتاكت بالظبط. فالزياده دي بص على سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو بوسكيتس كان سنه كبير، بص على يان اوبلاك، حتى هاري كين لو بنتكلم حتى على هاري كين. فاحنا بنتكلم على اللعيبه دي بتلعب حوالي 3 4 ماتشات زياده على المفروض يلعبوه بسبب القانون ده. مش كده جوارديولا طلع قال امبارح يا جماعه محتاجين تستشيرونا قبل تاخدوا القرارات دي، احنا كمدربين كلاعيبه اهم حاجه في الاخر هو اللعيبه. بنلعب ماتشات كتير بس لما امبابي يتصاب في فبراير ده بيأثر على خلي بالك. انت زي ما انت بتقول يمكن هو بيدي متعه للمشاهد اكتر ومتعه للناس اللي بتحب الكوره انها بتشوف الوقت الاضافي ممكن يوصل 10 و12 دقيقه. لكن على الجانب بقى الاخر، الجانب المخفي شويه على مستوى الاجهاد على مستوى الاصابات ممكن يأثر وهيحرمه كمتعه كمان، لان امبابي ما لعبش في الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، طب ما ده خساره بالنسبه لنا كمشاهدين، لعيب كويس زي ده ما لعبش في الشامبيونز ليج. فالاصابات دي
احنا يمكن بنفكر فيها دلوقتي، بس على المدى الطويل هتأثر حتى علينا كمشاهدين، فمحتاجين نفكر في الموضوع ده بشكل جماعي. حتى على مستوى الاصابات برضو يا منير، خلي بالك دي في تكلفه كبيره جدا على على الاداره، وعلى حتى على المستوى الفني، لكن كمان على مستوى الفلوس. دي طبعا في معدل الاصابات في الدوري الانجليزي زي ما حضراتكم شايفين طبعا في ارتفاع كبير جدا، يعني كل الكيرف بيبقى عالي جدا، وده طبعا لغايه ابريل 23 وحوالي 64% من الاصابات دي. نعم، حوالي 64% من الاصابات دي كانت اصابات عضليه بسبب الاجهاد. اصابات عضليه بالظبط، يعني بسبب الاجهاد. الجزء الاسود ده يا جماعه دي اصابات عضليه، مظبوط؟ بالظبط، الجزء الاسود ده كلها اصابات عضليه. وزي ما حضراتكم عارفين ان طبعا يعني اسهل حاجه الاصابات العضليه لما يكون في اجهاد او في اوفرلود على اللعيب اكيد بيصاب على المستوى العضلي. ده على مستوى البريمير ليج، ده على مستوى الليجا الاسبانيه برضه نفس القصه، هتلاقوا الشادو الاسود ده الاصابات العضليه للعيبه بقت كتيره جدا، وخاصه في نهايه الموسم بتتكلم على ابريل وصل ل 57 اصابه، ويمكن طبعا في نوفمبر العمليه بتقل شويه، لكن ده كان طبعا كمان في كاس العالم اللي فات في ديسمبر اللي فات كان وصلت عدد الاصابات العضليه ل 26 اصابه. ده على مستوى طبعا الاصابات على مستوى اللاعبين. عندك ايه تاني يا منصف؟ على مستوى دي بقى برضو اللي انت لسه بتتكلم عليها، دي الرحله بتاعت كيليان امبابي. يعني بوسكاس عم قص عليه ازاي؟ بوسكاس عم قص عليه ازاي؟ يعني في ديسمبر راح كاس العالم، فبراير رجع كمصاب سبعة. خلينا ناخدها من الاول من فوق كده، يعني ستارت طبعا في 2023 السيزون بدا مع باريس سان جيرمان طبعا، وبعدين راح اليابان، وبعدين رجع على الدوري المحلي، وبعدين طلع على المنتخب الفرنسي في كاس العالم، وبعدين طبعا رجع بعديها وراح مشاركه ثانيه مع باريس سان جيرمان، لغايه ما وصل ل تقريبا التارجت بتاع باريس سان جيرمان اللي هو الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج، فحاجتين محتاجين نتكلم عنهم هنا. اولا هو ازاي كاس العالم اثر على الموسم السنه دي، توقيت كاس العالم بالظبط، توقيت كاس العالم ازاي اثر على الفرق السنه دي. بص على نابولي كانوا ابطال ايطاليا لانهم فريق مميز، بس برضه من الحاجات اللي ساعدتهم خمس لعيبه بس من نابولي راحوا كاس العالم، مقارنه بيوفنتوس 12 لعيب راح، ده اكيد اثر على يوفنتوس بالظبط، فده ساعد. الفرق بقى الثانيه اللي عندها لعيبه برضو كتير راحوا كاس العالم السنه دي، كان اهم سنه لسكواد روتيشن اللي هو تبديل اللعيبه. ما بقاش عندي نفس في القوام بتاع اللعيبه بيلعب طول الوقت. بص على كولر في الاهلي تبديل اللعيبه وازاي ده. عايز اناقشك في عمليه الروتيشن، ازاي بقى المدير الفني بحكمه معينه يقدر يعمل عمليه الروتيشن ديت للاعبين، حكم المدير الفني على الروتيشن ده، كمان بنتكلم على حجم الاصابات وعدد طبعا المباريات اللي اللعيبه خسرتها او يعني ما اشتركوش فيها بسبب الاصابات، عدد كبير جدا جدا على مستوى لو بنتكلم على ليفربول، ده تقريبا ليفربول بنتكلم على مدار الموسمين 2021 و22 والموسم اللي بعديه، جوتا 24 ماتش، نابي كايتا خسر او ما اشتركش لمده 13 مباراه، ماتيب 13 مباراه، تياجو الكانتارا يعني ما اشتركش في 18 مباراة، ولويس دياز 31 مباراة بسبب الإصابات. وده هيرجعنا للكلام اللي كنت هكلمك فيه، عملية الروتيشن، ازاي المدير الفني يتعامل مع عدد كبير جدا من مباريات وبطولات في عملية الروتيشن بالنسبة للاعبين. يعني السنة دي كانت أهم سنة في رأيي في حتة الروتيشن. لو بصينا على كل أبطال الدواري واللي عملوا شغل كويس السنة دي، نادي الأهلي مع كل، لو نقدر نبص على بايرن ميونخ، ده كانت السنه اللي اثبتت فيها يعني حتى المان سيتي، يعني انت بتتكلم المان سيتي كان اقل اصابات وتوج بالدوري الانجليزي. مان سيتي بالذات لما قارنها بارسنال، اللي حصل مع ارسنال ان ارتيتا قرر انه يلعب بنفس الفريق في اليوروبا ليج، ده سبب اصابات لساليبا وتوماس بارتي، ودول كانوا اثنين مهمين جدا، مفاتيح لعب مهمه جدا بالنسبه لارسنال. انا في رايي خسروا الدوري سوا، لو كان ساليبا وبارتي لسه موجودين كان هيبقى دورهم اجر كتير بالذات في ماتشات المواجهه مع مانشستر سيتي بالظبط. ولما كمان نتكلم على الروتيشن نتكلم على الكواليتي بتاع الروتيشن، يعني مستوى اللعيب اللي بينزل مكان اللعيب اللي طلع. لو بنبص على مانشستر سيتي، ستونز صاب، عندك روبن دياز، عندك اكي، عندك اكانجي، عندك مجموعه كبيره من اللعيبه. لما نبص على ارسنال
لما صليبه اتصاب، روب هولدنج اللي لعب، فرق كبير في مستوى. فالمهم مش بس ان احنا نعمل روتيشن، مهم كمان ان احنا نعرف مستوى اللعيبه والفرق بينهم. لما الشناوي اتصاب وشوبير لعب، صحيح، باين انه لعيب كويس عشان الفرق في المستوى بين الحراس مش كبير. فده كان مهم مع الاهلي السنه دي، كان مهم مع مانشستر سيتي وعمل فرق كبير بينهم. بايرن ميونخ كسبوا في اخر يوم، ما كانوا فتره فرق شويه بعيد، مظبوط، بسبب انه عندهم فرقه كبيره، عندهم كذا لعيب في المراكز الهجوميه. دورتموند عندها مشكله في الموضوع ده من زمان، من زمان. رويس بيتصاب عندهم مشكله، بيلينجهام بيتصاب عندهم مشكله، هالاند اتصاب عندهم مشكله لما كان بيلعب. فالسنه دي كانت اكبر اثبات ان الروتيشن بقى جزء اساسي في الكوره خلاص بسبب عدد الماتشات اللي بتلعب. لو انت عندك فريق كبير وعندك اختيارات مختلفه بالنسبه للمدرب، ده عندك عشان كده دايما بنتكلم دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها سكواد كبير، والسكواد ده وما بيكونش الفروق الفنيه ما بين اللاعبين فروق كبيره. طبعا. زي ما انت قلت الارسنال تاثر بده لان الفروقات كبيره ما بين اللاعبين، على عكس المان سيتي اللي هو طبعا عنده سكواد كله سكواد كبير. يعني زينشينكو لما اتصاب كان عامل مشكله بالنسبه لهم، صحيح. بارتي لما اتصاب في رايي ده كانت اكبر مشكله، حتى اكبر من سليبه، لان ملوش بديل واضح، اضطر يغير الفريق كله. مانشستر سيتي عندها كذا بديل، بايرن ميونخ عندها كذا بديل. حتى لو قارنا شويه فريق برشلونه بريال مدريد الموسم اللي فات بالذات، كان برشلونه عندها بدايل اكتر وحلول اكتر. لما حد كان لما بيدري اتصاب فتره كبيره جدا كان عندهم بدايل اكتر، عرفوا يكملوا في الدوري. فالسنه دي بالذات كانت اثبات ان الفرق اللي عندها لعيبه كتير طبعا بتوازن. تشيلسي كان عندهم 40 لعيب بسبب مشاكل بالظبط، فبرضه التوازن. فلان عندك توازن معين، بس لازم يبقى خلاص الفكر القديم بتاع 22 23 لعيب بس عشان ما ضايقش اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى صعب دلوقتي شويه. صحيح، ده كان على مستوى التكلفه على مستوى الفني، لكن كمان في على المستوى المادي على مستوى الفلوس كمان في تكلفه كبيره جدا في اصابات اللاعبين. برضو عندنا انفوجراف كده نبص عليه ونشوف قد ايه يعني المبالغ اللي بتصرف على الاصابات بشكل كبير جدا. دي طبعا كلفه اصابات الملاعب في الخمس دوريات الكبرى على مستوى الدوري الانجليزي وصل ل 184 مليون استرليني، رقم كبير جدا جدا. في الدوري الاسباني 109 مليون استرليني، على مستوى البي اتش جي 34 مليون جنيه استرليني. اجمالي التكلفه طبعا للدوريات الخمس الكبرى وصل ل 513 مليون استرليني. ده زي ما انت شايف في معدل ارتفاع عن الموسم اللي فات بحوالي 29%. التكلفه بتزيد لان الاصابات بتزيد، وزي ما انت بتقول يعني مش هتبقى المشكله في النواحي الفنيه بس، لكن كمان النواحي الماليه اللي طبعا بتصرف بشكل كبير للانديه. يعني طبعا لعيب مصاب ده لعيب غالي، لعيب غالي في تكاليف كتير دي انت تتحملها. فزي ما احنا شايفين موضوع الماتشات الكتير ورا بعض من غير اوقات ريكفري بيخسر النوادي، بيخسر اللعيبه، وعلى المدى الطويل بيخسرنا كمشاهدين. ما يكسبش غير اللي بيقبضوا بالكوره. صحيح بس. صحيح. طيب ده الحقيقه دايما احنا بنربط كمان بالنادي الاهلي الحقيقه، وزي ما بقول عمليه الروتيشن في النادي الاهلي الموسم ده يعني ولا اروع الحقيقه.